السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي راح نتابعها من جديد. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بظل الأجواء السياسية الإيجابية الممتد من جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مرورا بتكليف محمد الشياع السوداني برئاسة الوزراء، واستنادا إلى الاتصالات المستمرة بين المكلف وقادة الكتل السياسية، فإن موعد تقديم الكابينة الوزارية قريب جدا، ورغم عدم تسرب ما يكفي من معلومات حول التشكيلة الحكومية اللي يعتزم المكلف تقديمها، إلا أن دعوة المجلس للانعقاد يوم السبت للتصويت على حكومة غير منقوصة وبكامل أعضائها، أبرز مخرجات الاجتماع الدوري المنعقد لائتلاف إدارة الدولة الأخير، أو ربما يمنح وقت إضافي للاثنين أو نهاية الأسبوع المقبل، لكن بالمحصلة تنتج فيه سلاسة التمرير وتوزيع الحقائب وفق الاستحقاقات الانتخابية للمكونات. بالجانب الآخر مشاهدي الأحبة، من ملفات حصادنا لهذه الليلة، الأيام الأخيرة من عمر حكومة تصريف الأعمال ضغط عليها تحركات نحو الفساد وهدر أموال خزينة الدولة، والمطالبات النيابية تواترت حول الفضاء أو القضاء المضي بالإجراءات القانونية حيال هكذا أعمال لا تمت للقانون بصلة. فحكومة تصريف الأعمال شابتها الكثير من شبهات هدر المال العام والأزمات اللي رافقت هاي الحكومة، بالتالي التصدي إلها مهمة من قبل الحكومة تبدو صعبة، وراح تكون أيضا تحديات كثيرة وتحتاج الكثير من الوقت وتوفير الإمكانيات اللي تسهم برفع هذه المعاناة من كاهل الحكومة الجديدة اللي ألقت بظلالها على المواطن أيضا وأثرت على حياته اليومية. إذن مشاهدي الأحبة، هاي الملفين راح نأخذها بمجال التحليل والتمحيص في حلقتنا لهذا اليوم من حصاد الأيام. تفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. مع وصول رئيس الوزراء المكلف للمراحل النهائية والخطوط الرئيسة لشكل الحكومة اللي يعتزم تقديمها لمجلس النواب، فإن معطيات أخرى تغذي تسارع وتيرة تشكيل الحكومة، من بينها الموعد المثبت لجلسة التصويت ونيل الثقة للمنهاج الحكومي والفريق الوزاري. نفتح وياكم هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير مراسلنا علي حبيب. قطار تشكيل الحكومة يصل محطته النهائية بعد التقدم الواضح في مفاوضات تشكيل الحكومة واختيار أعضاء الكابينة الوزارية والاتفاق على منح رئيس الوزراء المكلف مساحة الاختيار للشخصيات التي يراها قادرة على تحمل المسؤولية وصعاب المرحلة، خاصة بعد الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة المنعقد مساء الثلاثاء، والذي اتفقت فيه الكتل المنضوية على تقسيمات الوزارات غير أنها قابلة للمناقشة بعد. من المهم جدا أن يكون هنالك سير أو مسير منتظم و مدعوم للسيد السوداني لتشكيل حكومته للمرحلة القادمة. العراقيين ينتظرون الكثير من التغييرات الإيجابية، وهذا ما وعده السيد السوداني من خلال طرحه لمنهاجه الحكومي. فنتوقع من الكتل السياسية ومن ممثلين الشعب في البرلمان العراقي إسناد هذه المعطيات من الاتفاق السياسي، ترفع من احتمالات تمرير حكومة السودان وفريقه الوزاري كاملة في جلسة السبت أو الاثنين، وسط تسريبات تتحدث أن الحكومة لن يتكرر فيها أي وزير من الدورات السابقة وسيكون التغيير فيها جذريا. ما شاهدناه من تحرك واسع من كل الكتل السياسية وتحديدا شخص السيد السوداني لديه الطموح والرغبة بالنجاح، الاستثمار كل الأخطاء التي مرت بها الحكومات السابقة وتطبيق نجاحات متجددة لهذه الحكومة يعطي الأمل ويعطي القضية الإيجابية أن تكون هذه الحكومة حكومة خدمة وطنية حقيقية. وإذا ما عرضت الكابينة الوزارية يوم السبت أو الاثنين، فإن المرشح المكلف نجح في عدم استغراق المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوما، حفاظا على التوقيتات الدستورية ومتجاوبا مع المطالب الشعبية النابعة من ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الخدمية. علي حبيب، الأيام الفضائية.
مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين السيدة آلة طالباني القيادية في الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. حياكم الله سيدة آلة، مرحبا بحضرتك. وكذلك أرحب بالدكتور عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر، اهلا بك دكتور عقيل. حياكم الله. مجددا حياكم الله ضيوف الكرام. ست آلة، نتحدث انه يوم السبت او الاثنين تتحدث الانباء لانعقاد جلسه مجلس النواب، بالتالي يعني خلينا نروح لبعض الاحتمالات لربما حتى نهايه الاسبوع المقبل، رغم الاختلاف في تواريخ انعقاد هذه الجلسات لحد الان ما مقرر هذا الموضوع، ولكن داله الانعقاد هل ستكون الكابينه الوزاريه جاهزه، المنهاج الوزاري جاهز، مجلس النواب راح يكون مؤهل ومهيئ للتصويت على الكابينه الوزاريه و يعني استئزار المكلف؟ حياكم الله مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني شفنا في الايام الاخيره وخاصه الايام اللي سبقت انتخاب رئيس الجمهوريه انه هناك فعلا اراده وحراك باتجاه انهاء الاستحقاقات الدستوريه اللي طال امدها بخلاف كل الدورات السابقه لاشهر عديده بل لسنه ما بعد الانتخابات النيابيه المبكره. فاعتقد هذا العزم او شو نسميه هذه الاراده موجوده في تمرير الحكومه، لان كان الاصعب وكما كان يصرحون قاده كثيرين وخاصه قاده الاطار بان المعضله الاكبر امام منح الثقة للحكومة أو تشكيل الحكومة هو موضوع رئيس الجمهورية، بالتالي الآن موضوع رئيس الجمهورية انتهى وتم تكليف رئيس الوزراء. الأمر الآخر أنه رئيس الوزراء لم يتم الكشف عنه في يوم انتخاب رئيس الجمهورية، هذا الموضوع سبق انتخاب رئيس الجمهورية بفترة، يعني كلنا كنا نعرف بأنه صار الاختيار أو وقع الاختيار على السيد محمد شياع يعني مرشح ليكون رئيس وزراء قادم. فالسيد محمد شياع بدا عمله مبكرا بتهيئه اوراقه برنامجه واعلن عنه لقاءاته مع اطراف عديده مع النواب لكي ينضج البرنامج الحكومي. اذا انا اعتقد هذه الامور جاهزه ومجلس النواب جاهز وهناك نيه بعقد الجلسه. اداره الدوله اعلنت بانه السبت او دعوا يوم السبت الى جلسه، سقط لا تكون او لا يكون يوم السبت، ممكن الاثنين او يعني خلال الأسبوع القادم. بقت المشكلة الوحيدة وإن شاء الله هي مو مشكلة، هو تفاهم الكتل داخل إدارة الدولة اللي مشكلة وداعمة للحكومة على الوزارات حقيقة. لنكن صريحين، نسمع أنه لا زال هناك خلاف على توزيعها بين الكتل. يعني نسمع، حضرتك قلت أنه اختيار المكلف سبق حتى جلسة اختيار رئيس الوزراء وجلسة تكليفه، ولكن صحيح الكابينة الوزارية لحد الآن ما بانت ملامحها بالأسماء، حتى التسريبات بدأت الناس أصلاً ما تصدقها لأنه ماكو مصدر موثوق سرب لنا بعض الأسماء اللي ممكن نعتقد أنه هذه صحيحة. تعتبرين هاي جزئية ست آلة أنه يعني لربما هي هاي عنصر القوة لما يذهب المكلف في أمام مجلس النواب ويعلن لأول مرة عن كابينة الوزارية؟ أنا يعني أؤمن بأن السيد محمد شياع يعني قادر على أن يتجاوز كثير من العقبات بخلاف الآخرين اللي سبقوا. أكرر لسبب واحد، هو هيئ نفسه منذ فترة فلم يبدأ الحراك من يوم انتخاب رئيس الجمهورية، لأن من انتخاب يوم رئيس الجمهورية الوقت لا زال قليل أمامه، وهو الدستور لما أعطى شهر قدره المشرع العراقي شهر لأي شخص إلى أن يكمل كابينته، يعني بالتالي حواراته وتفاهماته ويكتب برنامجه الحكومي ويتساءل ويتشاور مع الآخرين. فهاي إحنا عندنا فترة أقصر أمام السيد رئيس، وهو شخص نيابي تنفيذي يعني تشريعي تنفيذي يعني يفهم هذه الأمور، فبالتالي بقى الكتل السياسية أن الداعمة له أن تساعده، ساعده في موضوع خيار الخيارات وفي موضوع تحديد أسماء للكابينة الوزارية. دكتور عقيل جودة الحابي، حضرتك سيدة آلة طالباني تركز على ضرورة مساعدة الكتل للمكلف، وهنا راح نتحدث عن التسريبات اللي تحدثت عن شكل وخارطة توزيع الوزارات للمكونات والاستحقاقات الانتخابية، وبهذا فإن المكلف راح يخلي موازنة لهذه المعادلات السياسية، وهذا التوازن راح بالضرورة أو بالنتيجة راح يخلي هذه الحكومة حكومة متوازنة وفقا لهذه التوازنات السياسية. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم، ضيفتك العزيزة سيدة آلاء الطالباني، مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني لا يخفى على الجميع المتابعين السياسيين يعني الجمهور العراقي الشارع
يعني ما حدث بالفترة الأخيرة من تحديات أمنية وسياسية كادت تودي بال يعني بالبلاد وتذهب به إلى يعني المجهول، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وهمة الناس الشرفاء في هذا البلد يعني مؤخرا، ورغم أنه جاءت يعني تشكيل أو انتخاب السيد رئيس الجمهورية مؤخرا وإن جاء متأخرا، لكن المهم في هذا الموضوع هو اليوم يوجد أكو اتفاق سني شيعي كردي على هذا الموضوع، وبالتالي هذا يعتبر دعما قويا يعني داخليا، أضف إلى ذلك اليوم هنالك دعما خارجيا سواء من الدول الكبرى، المحيط العربي، الجوار الإقليمي، الجميع اليوم متفقين على أن هذه الحكومة تمضي وتنقذ البلاد وتنقذ العملية السياسية وتنقذ العباد. اليوم محمد الشيع السوداني أعتقد ما ذكرته السيدة آلاء هو جدا يعني وصف دقيق، أنه مهيئ لهذا المكان أو لهذا المنصب باعتبار أنه الإطار طرح اسمه منذ فترة وقد تهيئ جيدا وتم يعني الذهاب باتجاه شخصيات معينة. نعم التوازن يعني موجود في الدستور، موجود يعني في النظام الديمقراطي أصلا، التوازنات السياسية موجود باعتبار أنه نظامنا اليوم هو نظام ديمقراطي نيابي، والديمقراطي النيابي يعني يذهب باتجاه الأحزاب في تشكيل الحكومة، وأن اليوم في العراق أكو شيء مختلف، هو عدد كبير من الأحزاب يعني موجود عكس الدول المتقدمة ديمقراطيا كالولايات المتحدة بريطانيا، تجد حزبين أو ثلاثة يتنافسون على السلطة، أما الآن في العراق كثير. لذلك يعني موضوع الأغلبية الوطنية في العراق لم ينضج إلى الآن باعتبار لا يوجد حزب كبير أو حزبين ممكن أن يظفر بالسلطة ويسيطر، وما حدث في الأيام الماضية من يعني تقديم فكرة الأغلبية السياسية من قبل الأخوة في التيار الصدر لم تنجح هذه الفكرة إلى الآن، وبالتالي ذهب السيد الصدر إلى المعارضة والإطار عاد إلى موضوع التوافقية. اليوم نحتاج أن يعني يلتف الجميع سواء في إدارة الدولة والأخوة خاصة في الإطار في دعم السيد محمد الشياع السوداني من خلال إعطاء فرصة في العديد من الشخصيات أن يختار من بينهم من هو الأكفأ، هو المهني. نعم. يعني اليوم لا تعنينا الأسماء بقدر ما تعنينا الأفعال. اليوم الحكومة يعني أو الدولة بشكل عام فيها تحدي كبير وتحدي خطير، هذا التحدي اليوم أمام الأنظار ومسلط عليها بقوة سواء من المتظاهرين ومن الأخوة في التيار الصدري، متابعي العملية السياسية، العالم الخارجي ينتظر حكومة قوية قادرة بالقيام بالمهمات الصعبة والملفات الخطيرة. اليوم هنالك تحدي الفساد والجفاف في البلاد وموضوع الكهرباء والخدمات، رؤوس الاستثمار الخارجية تحتاج أن تدخل في البلاد، موضوع السلاح المنفلت، يعني مواضيع وملفات خطيرة هذه تحتاج لها رجال، وهذا الرجال كفؤين قادرين على القيام بهذه الأعباء وبهذه المهمات. وإلا إذا بقى يعني نفس الموضوع ونفس الآلية في تقسيم الكعكة مثل ما يقال، أعتقد يعني لا تنجح هذه الحكومة باعتبار اليوم التحديات قدامها خطيرة وهذه الملفات أيضا صعبة وخطيرة، وهنالك من ينتظر إسقاط هذه الحكومة يعني بقوة. فلذلك اليوم على كافة الكتل السياسية سواء في تحالف أو ائتلاف قوى الدولة أو يعني الإطار التنسيقي أن يعطوا الفرصة والفسحة والمجال الكافي ومن خلال دعم شخصيات مهنية ما تعنينا الأسماء بقدر ما تعنينا ماذا سيفعل هذا الشخص في المستقبل عندما يتسلم الحقيبة الوزارية، فلديه مهمات صعبة وخطيرة. فلذلك اليوم لزاما على القوى السياسية أن تعطي هذه الفرصة وأن يتحمل المسؤولية بقوة السيد محمد الشياع السوداني وأن يمضي باتجاه تشكيل الحكومة. شنو سبب هذا الإلزام دكتور عقيل؟ سيدة آلاء يعني دكتور عقيل الرديني يركز على إلزام الكتل السياسية حتى لو كانت هي تلزم أنفسها بالوقوف مع المكلف وتمرير كابينته والوقوف بشدة. هنا خلينا نشوف الكتل يا هي، هل هي الدائرة الضيقة باعتبار رئيس تيار الفراتين أم الدائرة الأوسع باعتباره هو مرشح الإطار
أم بعد الحلقة التي هي أوسع بائتلاف إدارة الدولة، أم أن كل العملية السياسية يجب أن تلتف باعتبار أن المرشح هو مرشحهم أصبح اليوم كواقع حال؟ يعني أنا أشعر بأنه يمكن هاي أول مرة من زمان عندنا اختيار عراقي في رئاسة الوزراء أو الرئاسات. بصراحة موضوع أن الشخص الفلاني يذهب إلى الدولة الفلانية أو إلا يطلع صورة مع الرئيس الفلاني أو الدولة الفلانية يلا يأخذ مباركة ويصير رئيس. الآن الاختيار وقع على السيد محمد شياع السوداني عراقيا من داخل قوى عراقية اللي هي قوى الإطار التنسيقي. عبر لكل هذه الحلقات قوى الإطار التنسيقي هي من اتفقت بينها من بين أسماء محترمة أخرى على السيد محمد شياع السوداني. هذه اولا، واحنا بمعرفتنا به هسه ما اريد من الان نثقل كاهله بنقول انه كذا وكذا، ولكن نعرفه بانه مارس العمل النيابي والتنفيذي. هذا مهم انه عنده خبره ومطلع وماشي مع التطورات والمعطيات في الساحه السياسيه العراقيه. هذه نقطه مهمه. بما يتعلق مره اخرى بمن يدعم ومن معه، أعتقد إدارة الدولة بشكل عام يدعمون السيد محمد شياع السوداني، هذا أقل وما سمعت من كتل كردية خاصة اللي راح تشارك بوزراء في هذه الحكومة. الإطار هو من جاء به فبطبيعة الحال يدعمه. يعني دائما هناك مشكلة لما يكون رئيس الوزراء ما عنده كتلة سياسية. أنا أتذكر في عند ترشيح أو تكليف السيد مصطفى الكاظمي، لا والله بعد منح الثقة تقيد به، فقلت له انت ما عندك كتله بمجلس النواب. انا يعني بنت المؤسسه التشريعيه 4 دورات، فاعرف انه الرئيس الوزراء يحتاج الى كتله نيابيه تدافع عنه. احنا دائما مشكلتنا من يجون رئيس وزراء او ياتون برئيس وزراء ثم يتنصلون عن الدفاع عنه وانه تابع لهم، فيبداون النواب الكتله اللي جاي منه رئيس وزراء او التحالف وليست الكتلة يتكلمون بشكل مو إيجابي. يعني إحنا ماكو رئيس وزراء ما يتعرض إلى نقد، ولكن نقد بناء. المشكلة إحنا بالعراق ما عندنا معارضة إيجابية. بس يقول لك شنو معارضة إيجابية؟ معارضة جاي يعارض حتى يزيحه هو يجي. نقول إيجابية من ناحية تصحيح الأخطاء وليس التسقيط بهذه الطريقة اللي كنا نشوفها في كثير من الحكومات. فطبعا المعارضة هو أنه أنا أشخص خلل من موجود لكي أنا أتي مكانه لاحقا، وعندي رؤية وبرنامج مختلف عن الموجود حاليا. الكتل الآن اللي جاءت أو اللي صوتت واللي رحبت واللي دعمت تولي أو يعني أعطاء شو نقول التكليف للسيد رئيس وزراء بانتظار انه يمنحه الثقه، اعتقد الاغلبيه سيدعمونه في المرحله القادمه. لشخص ام لمرشح الاطار؟ هذا يعني السؤال حضرتك لما هذا السؤال مهم المشاهد انه يتابع كلام تمام. حضرتك تمام. هنالك من يقول بان السيده الا طالباني اصلا هي اطاريه بدليل بشهر الواحد وقفت في المطار في احتفاليه الحفل التأبيني للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، بالتالي يعني مواقفش أنه مصنف ضمن الفكر الإطاري أم أن هذه الفكر السياسي العراقي؟ وقفت بالبداية الحديث قلت بأن المرشح مرشح على مستوى عراقي، عبرتينا هواية حلقات. تمام. يعني بس بسطر قصير عن الشهيد أبو مهدي، يعني أبو مهدي ليس للإطار، أبو مهدي لكل العراق. هذا الرجل دافع عن العراق كله، فالوقوف في مناسبة كهذه ووفاء لهذا الرجل اللي غير ذلك هو صديق لنا ولعائلتنا من المعارضة. وأنا أنه أقف مع الإطار هذا يعتمد على ما أؤمن به، ما أراه أفكاري أقرب إلهم كاتحاد وطني أو كآلة أو كتعامل داخل مجلس النواب العراقي. ونحن لسنا ببعيدين على أحد، بس أنت في السياسة هناك من هو أقرب إليك في الفكر، في التوجه السياسي، في مشتركاتك أكثر من طرف آخر. أرجع وأقول اللي راح يدعمون السيد لسببين. السبب الأول، أغلب الكتل السياسية اليوم هي في مرحلة حرجة أنه لازم نعبر، نحتاج استقرار. فما عندهم غير أنه لازم يدعمون رئيس الوزراء الآن بغض النظر عن اسمه منه. الموضوع الثاني، الكتل
دعمة رئيس الوزراء الموجودة حاليا داخل سواء إطار أو ائتلاف الدولة. الأمر الآخر أعتقد وإنصافا هو شخص السيد السوداني مقبول، وخاصة من عمل معه سواء في السلطة التنفيذية أو من نحن عملنا معه في السلطة التشريعية، نعتقد بأنه رجل نزيه ورجل من عائلة مجاهدة ورجل عنده يعني تواصل متابع للعملية السياسية. نتمنى لك كل التوفيق يا رب. دكتور عقيل، الكتل السياسية اتفقت على تقديم من 3 إلى 5 مرشحين، والمكلف إلى حرية الاختيار واحد من هؤلاء المرشحين، أو لربما يرفضهم كلهم ويطالب الكتل السياسية بتقديم أفضل رجالاتهم كشخصيات من النساء أو الرجال. في هذه الجزئية تعتقد بأن هذه الآلية تتبع لأول مرة في النظام السياسي؟ مدى فاعليتها وإمكانية تطبيقها وأيضا فاعليتها لمدة الاستئزار؟ يعني أعتقد هذه ليس لأول مرة تستخدم هذه الطريقة، لكن كان يعني في الإعلام تذكر هذه الطريقة، تقديم عدة أسماء والمكلف له الفسحة في اختيار أحد الأشخاص. لكن ما كان ما وراء الكواليس أن الأحزاب السياسية تفرض هذه الشخصية المعينة، نحن نريد قدمنا لك 3 أسماء ونريد رقم 1، خلاص الموضوع ينتهي بهذه الكيفية. هذه المرة أعتقد الموضوع مختلف تمام، باعتبار اليوم يعني السيد السوداني على المحك وتحت المجهر وفي الاختبار الأصعب. يعني إذا نجح السيد السوداني يعني كأنما كل العراق ينجح وكل الأحزاب والكتل السياسية تنجح، وإنما إذا فشل لا سمح الله كأنما الجميع يسقط، كما اللي يعني صعد في المركب، إذا غرق هذا المركب الجميع سوف يغرق لا سمح الله. وبالتالي اليوم السيد يعني السوداني يعني غير ملزم ب يعني استئزار شخصية هي غير كفوءة ولديه ملفات تحتاج من الكفاءة ومن النزاهة ومن المهنية ما يمكن أن ينجح عمل السوداني، وبالتالي السوداني محسوب عليه هذه يعني هذا الدخول أو هذا التكليف وبهذه الصعوبة وبهذه التحديات محسوب عليه. يعني غدا سوف يسأل من الشارع العراقي ويسأل من القانون إن فشل، باعتبار أنه هو قبل التكليف، وطالما قبل التكليف يجب أن هم يقبلوا بالآليات اللي ممكن أن ينجح بها أو تنجح به حكومته. في حالة يعني التضييق على السيد السوداني من ناحية ترشيح الأسماء، قد أصلا هو لا يصف في مصلحة الكتل السياسية نفسها، لأن فشل هؤلاء الشخصيات أو الحقائب الوزارية سوف يعود الفشل على الجميع كما ذكرنا بضربنا مثل المركب. أما اليوم فيجب على السيد السوداني أن لا يقبل بشخصيات غير مهنية وغير كفوءة وغير قادرة على عبور هذه المهمة، وعليه أن يفصح أمام الإعلام وأمام الجمهور وأن يقول هذه الشخصية يعني تم تكليفها أو تم استئزارها بالرغم عني، حتى يعلم الشارع العراقي ماذا يدير ما وراء الكواليس أو ماذا يجري صراحة. طيب سيد آلاء، يعني شروط سيد السوداني يبدو أنها هذه المرة جاءت شروط صارمة على الكتل السياسية وعدم التدخل وفرض الإرادات، مثل ما تفضل الدكتور عقيل الرديني بأنه هاي 3 أسماء وريد رقم 1. لربما راح نشهد أيضا رفض كل الأسماء المرشحة وتقديم مرشحين آخرين. التوفيق بين رغبات الكتل السياسية وإرادة المكلف في اختيار كابينة الوزارية راح يصطدمنا بعقبات، راح يقوينا الحكومة المقبلة، نقدر نمضي وسط كل هذه التحديات؟ جنابك تعرف والمشاهدين وربما أبسط مواطن أنه واحدة من أكبر تحديات أي حكومة هي موضوع مكافحة الفساد وموضوع النزاهة والشفافية، وتم تشخيص الخلل بأنه جزء من الناس مو كله هو اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. الوزارات بيد نزيهة وأشخاص يعني مشهودة لهم بالنزاهة والعدالة، وعندما نتكلم عن النزاهة والفساد نحن لا نتكلم عن الفساد المالي، فهو فساد الإداري وأمور أخرى تخص شخصية اللي يتولى ويصير قائد في وزارته.
السيد السوداني مشخص هذا الشيء المفروض، وأنا متأكدة مشخص والمفروض، لأن كان ياما يتكلم معنا في البرلمان بهذا الموضوع، بأنه الخلل في الوزارات دائما الوزير والآخرون معه، والمشكلة في أنه حصص من الطبيعي، المحاصصة ليست عملية غريبة عجيبة موجودة عندنا اللي كثير يتكلمون هذا بسبب المحاصصة، لا، المشكلة في أنه الكتلة أو الحزب الفلاني لما عنده حصة من هاي الحكومة ليش ما يقدم الأفضل ما عنده؟ خاصة الآن الكل يعلمون بأن هناك أضواء على الوزير والوزراء الفاسدين ومدراء المكاتب اللي صارون وزراء، والوزراء اللي هم أساساً ليسوا أصحاب قرار بل هم موظفين عند الآخرين أصحاب القرار والزعماء. لما الكل مشخص فاللي خلي يقدمون الأفضل ما عندهم، خلي هي محاصصة للحزب الوزارة أليف للحزب فلان، ولكن هذا الحزب أكيد بي شخصيات محترمة، أكيد بي شخصيات نزيهة ومشهدة لها، ليش ما يرشحون هذه الأسماء؟ ليش يحبون يرشحون مدير؟ يعني بصراحة ما حلوة بحق العراق، ما حلوة بحق حكومتنا إنه شخص إحنا نشوفه سكرتير يمشي وراء أحد القيادات أو الرئاسات بيده ورقة وقلم، واحيانا هو اللي يفتح لنا الباب ويسوي الموعد، بعدين اشوفه وزير في اكبر وزاره، ليش؟ مع احترامي لهذا الشخص. زين؟ وهذا الحزب عنده من القيادات من قبل هذا الشخص ان يكون زين. هو حتى هذا الشخص السياسي او هذه الكتله خلي تبعد شبهات الفساد عنه ليرشح اقوى، ثم انا اؤمن بمجلس وزراء وكابينه سياسيه. استاذنا العزيز ماكو حكومه مستقلة، ماكو شيء اسمه حكومة تكنوقراط، الحكومة يجب أن تكون حكومة سياسية في كل الدنيا. مجلس الوزراء بحاجة إلى سياسيين، بحاجة أصلا إلى صقور في الكتل السياسية، لأن مجلس الوزراء بها قرارات سياسية وقرارات أمنية وقرارات اقتصادية مهمة تحتاج إلى رؤية واستراتيجية سياسية، مو بس أن تفهم في مجال معين أو تخصص، وكيل الوزير تخصص، مدراء العامين ذوي الاختصاص، فلذلك الكتل السياسية تخسر. أما رئيس الوزراء كيف يتعامل مع هذا؟ هو أمام تحدي حقيقة ومو سهل، الله يساعده. إلى متى أي مدى يقدر أنه يتفاهم مع رؤساء الكتل والأحزاب ويطلب منهم ما أنا يعني شرحته أنه هي حصتك، لكن أرجو أن تنطيني الأفضل ما عندك. طيب أشرتي سيدة على موضوع النزاهة والفساد مقابل هذا الموضوع، خلينا نفرد ملف كامل لهذه الجنبة المهمة. تتفضلون بقاء معي سيدة على طالباني والدكتور عقيل الرديني. مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا، حياكم الله. الكل يعلم أن اليوم حكومة تصريف الأعمال تمارس سلوكيات بعيدة عن القانون كما يعبر عنها السياسيون بطلبهم من القضاء أن يأخذ دورة من خلال الإجراءات القانونية للحد من هدر المال العام وصرفه في أمور ما تنفع المواطن، وكذلك التلكؤ اللي حصل بالعملية السياسية اللي أوعز الخبراء إلى عدم وجود الحكمة في إدارة البلد. بالتالي الفساد التراكمي يثقل كاهل الحكومة المقبلة بكيفية التعامل مع هكذا نوع من الفساد، وأيضا يؤثر على إدارة المرحلة المقبلة. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مع بدء العد التنازلي لأيامها الأخيرة، حكومة تصريف الأعمال تخلف وراءها تركات ثقيلة على كاهل الحكومة الجديدة، إذ تم رصد ملفات فساد كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي، بل وخروقات أمنية كثيرة، مما جعل المطالبات النيابية تتعالى باتخاذ الإجراءات القانونية لما حصل من تلكؤ في أداء المهام الحكومية والتصرف بأموال الشعب بطرق غير قانونية. حقبة الكاظمي كانت حقبة سيئة فيها فساد كثير على الجانب السياسي والاقتصادي، وحتى الجانب الأمني كان هناك إخفاق. لذلك ينبغي على الحكومة الجديدة أن تضع لمثل هذه المشاكل حلول ناجعة من أجل الخروج من هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة إذا بقيت في الأروقة السياسية والعملية السياسية سوف تقوض العملية بشكل كامل. عامان على حكومة تصريف المهام يتتبع المتخصصون أعمالها لم يجدوا سوى التلكؤ والأزمات وهدر الملايين الطائلة من خزينة الدولة، إذ تعاظمت وبانت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من عمر هذه الحكومة.
التي وصفت بأسوأ حقبة مر بها البلد حتى جعلته خاويا عليلا تجتاحه الآلام من كل جانب، مع عجز الخبراء بإيجاد ما يعيد الحياة له إلا بصعوبة بالغة. لم تشهد الحكومات السابقة مثل ما يحدث الآن من خلال ملفات الفساد ونهب بالمال العام، وهذا دليل بأن هذه الحكومة حقيقة قد فشلت فشلا ذريعا، وكذلك كانت باب مشرعة للفاسدين وساغقي أموال الشعب العراقي. تصفير ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين دعوات يوجهها المواطن العراقي لحكومة السودان التي تواجه التحديات الكبيرة، وثقل كبير ألقي على كاهلها إذ تحتاج الوقت الطويل والإمكانات الكثيرة لخروج البلد من زنزانة الإخفاقات التي أدخل بها على إثر التخبط الكبير من قبل إدارة حكومة تصريف الأعمال بحسب المراقبين للمشهد السياسي. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدد ترحابي بضيفي الكريمين السيدة آلة طلباني والدكتور عقيل الرديني، حياكم الله ضيوف الكرام مجددا. دكتور عقيل، نتحدث اليوم عن، تحدثنا بالملف الأول عن عناصر النجاح وأمل الكتل السياسية وتأملات المواطن في تحقيق هذه الأهداف، ولكن ما ننسى إحنا إذا رفعنا سقف التوقعات عند المواطن وعند الكتل السياسية، وبالتالي نصطدم بصخرة الواقع اللي هي صخرة الفساد، صخرة عدم المضي بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري. حتى لا نكون انه كلش مبالغين، يجب ان نحط النقاط على الحروف. هذه المرحلة مرحلة صعبة جدا، حكومة تصريف اعمال وبدأت تظهر بعض الملفات، ملفات الفساد. شو راح تأثر في مقبل الايام على اداء الحكومة الجديدة؟ يعني لا شك سيدي الكريم، يعني مثل ما توجد اليوم اكو نقاط ايجابية يعني الحكومة المرتقب تشكيلها، لا شك اكو ملفات فيها تحدي خطير وكبير، ويعني على المحك اليوم تكون خاصة مثلا ملف الفساد. واعتقد السيد السوداني لديه برنامج لهذا الموضوع، سبق وان تحدث يعني عن هذا البرنامج مع بعض من الأخوة يعني أعضاء مجلس النواب قبل أيام، عندما تم يعني ترشيحه إلى هذا المنصب وقبل التكليف، وبالتالي تحديات أخرى. اليوم هنالك سلاح منفلت، وهذا السلاح المنفلت يعيق العملية التنموية في البلاد، حيث يرسل برسائل سلبية إلى العالم الخارجي، إلى الشركات الكبيرة، بعدم الدخول إلى العراق والمشاركة في استثمارات كبيرة ممكن أن تنجح. اليوم دول عديدة يعني لا تمتلك موازنات كبيرة ولكن نجحت من خلال ملف الاستثمار، وهذه رؤوس الأموال الكبيرة عندما تأتي في مجالات عدة، مجالات السكن، مجالات الصناعة، مجالات الزراعة، مجالات عديدة ممكن أن يعني ينتج البلد يعني صناعة مهمة وزراعة مهمة من خلال الاستثمار. يعني مثلا ماليزيا واندونيسيا وهذه الدول ما كانت تملك يعني أشياء بقدر ما هيئت في قانون الاستثمار البيئة الصحيحة وجلبت رؤوس الأموال، وبالتالي أصبحت اليوم أرقام كبيرة. يعني هذا ملف السلاح المنفلت يعني مهم جدا. إضافة إلى ذلك اليوم هنالك يعني قواعد عسكرية أجنبية على أرض العراق، وهنالك تحدي يعني خطير. هذا هنالك خرق للسيادة العراقية سواء من إيران أو من تركيا بضرب مقار ل يعني ما يسمى للبككة في يعني منطقة إقليم كردستان. نعم. وبالتالي حتى وإن يعني هنالك خروقات من قبل هذه المنظمات الإرهابية أو الأحزاب، السيادة هذا لا يعطي يعني لا ملف كامل دكتور عقيل، هذا لا يعطي المسوغ. نعم. يعني استخدام العراق لتصفية الحسابات، هذا أيضا تحدي خطير، تحديات ولكن تحدي يعني مؤشر الفساد واصطدام الحكومة الجديدة بهذا المؤشر. سيدة آلة، يعني تحدث عن ملفات الفساد اللي بدأت تظهر على السطح. نعم. يعني ما تتعدد بصراحة، ولكن الثيمة الرئيسية بأنه نفس الحكومة، وزير مالية علاوي لما استقال قدم مجموعة، الوزير بالوكالة قدم مجموعة من الأسباب،
بالتالي الحكومة نفسها هي جاي تكشف ملفات الفساد في ذات الحكومة. هاي بعدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا برلمان مراقب، لا حكومة جديدة مشتغلة، لا المستور ما مكشوف لحد الآن. هذا فقط اللي حكم في هذه الفترة بدأ يكشف الملفات اللي صارت في عهده. والمشكلة هسه نقول هاي المشكلة الأدهى بأنه تتفاخر حكومة تصريف الأعمال بأنه إحنا واحدة من المنجزات اللي جاي نسوي جاي نكشف ملفات الفساد اللي صارت في وقتنا. يعني هسه هاي نعتبرها حسنة نعتبرها سيئة تحسب للحكومة لو تحسب عليها؟ والله حكومة تصريف الأعمال سيد الكاظمي إذا شجاع ويقدر يكشف لنا فساد في زمنه أو حتى في اللي قبله والله نأخذ له تحية، لكن الآن يتكلم عن فساد لو اليوم يقول أني ما أدري ما عندي جيوش الكترونية فحقيقة ضحكنا كثيرا هذا الكلام. الواقع أنه كلنا نعرف أن الفساد منظومة موجودة من زمان، والفساد هو مو فساد مالي، فساد إداري وأمور أخرى. الآن إحنا وين من هذا الموضوع؟ المشكلة نرفع هذا الشعار في تشكيلة أو بداية كل دورة، هو ما نقدر ما نتكلم عنه. يعني أي رئيس وزراء يجي ما يقدر يقول أنا ما أحارب فساد، فبالتالي يقولون أنه هاي الحكومة شو ما تتكلم عن واحدة من الملفات المهمة اللي هو محاربة الفساد، لازم يتكلم عن فساد، بس يختلف من حكومة أو تختلف من حكومة إلى حكومة بالآليات المعتمدة لمكافحة. أولاً أنت عندك مجموعة أجهزة في الدولة ومؤسسات شغلها أساساً الرقابة داخل الحكومة وفي مؤسسات مستقلة وفي السلطة التشريعية اللي مهامها تشريعي رقابي. داخل الحكومة انحلت مكاتب المفتشين؟ ما يخالف. دور لجان البرلمان النزاهة وغيرها؟ هي وزارة المالية عندها دائرة رقابة. طيب. كل وزارة عندها. ديوان الرقابة المالية هذا الجهاز العريق لكن رقابته بعدية وليست قبلية. حسابات ختامية. هذا السؤال. كم من السنين ما مقدم هذه الحسابات الختامية؟ مثلا ليش ماكو حسابات ختامية؟ إقليم كردستان ما أدري من 2000 وش قد مديق 7-8 ما يجيبون حسابات ختامية للحكومات. والله أنا هذا العتب لكل رؤساء الوزراء السابق. ليش شنو هالمجاملة من أجل شنو ما يجيبون حسابات ختامية؟ هذه أموال دولة. زين هذه واحدة من الأمور. والأمر الثاني ليش وهيئة النزاهة هيئة مستقلة عندها ميزانية؟ زين وين ملفات السنة؟ ما أقول ما عندها شغل أو ما سوت أو ما أنجزت أو ما قدمت، لكن دون مستوى ما نتحدث عنه جميعا من وجود ملفات فساد. الموضوع الآخر مجلس النواب العراقي، مجلس النواب العراقي شغلها مع التشريع رقابة. زين وين لجنة النزاهة من كل هاي الملفات اللي في السنوات السابقة؟ نقول بصراحة أنا عضو برلمان ولا مرة رحت لجنة النزاهة ولن أذهب إلى لجنة النزاهة، لأن دائما الحديث أنه لجنة النزاهة مع احترامنا لبعض الشخصيات أنه هي أصلا لجنة للابتزاز. عجيب. نعم وأنا ما أتحدث عن النواب، آخرين يتحدثون عن هذا الموضوع. لجنة نزاهة ما شفنا بيها اجتماعات كلش مهمة وقرارات كلش مهمة. الآن في هذا الملف الخاص الأخير ما ندري شو نسميه مال الضرائب الفساد، لجنة البرلمان أمام مسؤولية كبيرة أنا كتبت، ولجنة النزاهة تحديدا رئاسة البرلمان بالتحديد مشكلين لجنة سياسية. هذا الموضوع ما يصير بها اللجنة السياسية، يعني هاي يخلي الواحد يشك بالموضوع. هذا الموضوع لازم المالية والنزاهة يشتركون بيها، ولازم النتائج والتحقيقات تكون سريعة ومهمة. أصلا لازم جلسة لهذا الموضوع خاصة ويبحثون والكل يتحدث بأرقام حتى ما يبقون بس نواب متصدين لهذا الملف ونواب آخرين ساكتين أو ربما يدافعون. دكتور عقيل، يعني بينت السيدة طلباني بأنه هنالك الكثير من الأجهزة التي من مهامها ومسؤولياتها مكافحة الفساد، البرلمان العراقي، هيئة النزاهة باعتبار هيئة اتحادية مستقلة، وغير الجهاز القضائي أيضا هو مسؤول عن مكافحة الفساد باتخاذ قرارات مهمة وصارمة وده يتخذ هذه الإجراءات. طيب ليش نختزل محاربة الفساد في الحكومة؟ يعني من مهام الحكومة وراح نخلي معيار لمنجزات الحكومة، هل هي كافحة الفساد؟ إذا نجحت ما كافحة الفساد كان جزء من هذه المنظومة. شلون نقدر نفعل منظومة متكاملة لكل أجهزة الدولة؟ يعني لا شك يعني
ديوان الرقابة المالية لديه رؤية كافية ووافية، وقبل 2003 كان هو الجهاز الرقابي يعتبر الوحيد على عمل الإدارة وكان مسيطر، ونحن نعمل في الدوائر قبل 2003 ونعلم ما يعني هي المهمة اللي يقوم بها ديوان الرقابة المالية بالحفاظ على المال العام. لكن للأسف الشديد بعد 2003 زيادة الفلاتر وكثرة يعني دوائر الرقابة ربما يعني أزاد الطين بلة ولم ينفع، يعني هيئة نزاهة ولجنة نزاهة وديوان رقابة مالية ويعني أجهزة رقابية أخرى، وكان دائرة المفتش العام في الوزارات والمحافظات، وبالتالي هذه كثرة الفلاتر جاءت ب يعني شيء سلبي وليس إيجابي، باعتبار أنه كل جهاز كان يتعكز على الجهاز الآخر، وهذا ليس دوري، هذا دور الجهاز الفلاني. لو اعتمدنا جهازا واحدا رقابيا كديوان الرقابة المالية اللي معترف به بالعراق واللي به كفاءات كبيرة ومهمة، ويعني نعلم ماذا يعني ديوان الرقابة المالية، لو فعل يعني هذا الدور يعني أنا أعتقد يعني فعلا يعني سيطرنا على الفساد، إضافة إلى يعني عدم تفعيل دور يعني القضاء بشكل عام. يعني دور القضاء يعني إلا توصل يعني الجناية أو الجريمة أو السرقة وبالتالي يبحث فيها، وهذا يحتاج ل يعني دراسة سابقة لهذا الموضوع. يعني اليوم يعني أكو فرصة لإعادة النظر بكل هذه القوانين. اليوم أكو أمور أخرى غايبة عن رئاسة الوزراء، مثلا المحافظات، يعني المحافظات يمكن فيها من الفساد ما هو أكثر من الوزارات، باعتبار المحافظات فيها موازنات وفيها أموال كبيرة طائلة جدا تدفع إلى المحافظات، ولكن لا يسأل المحافظ يعني كيف تم صرف هذه الأموال. أيضا طرحت السيد على طالباني قضية المركز والإقليم، أيضا هذا الموضوع وعدم التنسيق أيضا كان يعني هناك لا يوجد مساءلة للمحافظ، يعني عندما يعطى كذا ترليون يعني في الموازنة ماكو فجهة يعني روح تبحث عن هذه الأموال كيف صرفت، فيجب أن يعني يتم حساب أي دينار واحد يصرف سواء في المركز أو الإقليم أو المحافظات، يجب أن يعاد إلى الحسابات الختامية، ونعلم أنه هذا كيف يعني تم صرف هذا المبلغ، وبالتالي هكذا يمكن السيطرة. إذا كان المال مباح بهذه الطريقة أكيد لا يتم السيطرة عليه، لا يسأل المحافظ، ومحافظين غير كفؤين في أغلب المحافظات يأتون من خلال الأحزاب، غير يعني هناك أو لا يوجد هناك تدرج وظيفي أو خبرة لهذا المحافظ، ويعتمد على مستشارين أيضا من الأحزاب، وبالتالي هنالك ابتزاز، وهنالك أحزاب تعمل مافيات داخل المحافظات وتأخذ هذه المقاولات، وتكون هنالك مشاريع متلكئة وضعيفة وتكاد يعني معدومة، في حين هي تصرف عليها أموال طائلة بدون حساب. هذا يعني شيء مخزي صراحة، يجب أن نقف عند كل دينار تم صرفه، ويعني محاسبة الفاسدين بحق وليس من خلال رفع الشعارات. رفع الشعارات ما عادت يعني تجدي، اليوم نحتاج يعني عمل جديد. اليوم هنالك حكومة مقبلة جديدة إن شاء الله بعد تكليفة خلال الأيام القادمة، نحتاج نهضة حقيقية، وإلا يعني كافة هذه الطبقة السياسية يعني لم تنجي ولا تكون لها يعني مستقبل ما لم هنالك رقابة وهنالك حساب وتفعيل دور البرلمان من خلال الرقابة والتشريع، كذلك المؤسسات الرقابية. أيضا لا ننسى دور القضاء سيدة آلا، يعني نتحدث عن الفساد فيه للمعالجة جانب مكافحة الفساد وجانب الوقاية من الفساد، القضاء كان له دور مهم بالجانبين، ولكن نتحدث عن مجال الوقاية. لما أصدر قرار قضائي بإيقاف صرف 7 مليار لتأثيث مكتب رئيس الوزراء وغيرها من هذه الأوامر اللي هي تندرج ضمن الوقاية من الفساد، راح نطالب أو نشهد القضاء هكذا مواقف لربما حتى يوصل ل إصدار مذكرات منع من السفر لبعض المسؤولين اللي تحوم حولهم شبهات فساد؟ يعني من خلال متابعتنا في سنوات السابقة لما يكون هناك ملف فساد
وصل إلى مراحل متقدمة. نعم. سواء فساد مالي أو إداري، أكثر شيء فساد مالي. ووصل إلى مرحلة القضاء، فالقضاء تدخل يعني في أحيان كثيرة كان للقضاء دور، مثل ما تفضل الجناب، إصدار مذكرات قبض، منع سفر، إيقاف إجراءات تنفيذية، متابعة وإلى آخره. نعم. القضاء مهم منذ البداية، ولكن الأساس هو كشف مكامن الفساد، ثم محاولة يعني متابعتها بالطرق الموجودة قانونيا ودستوريا وتنفيذيا. يعني لا يجب أن نقول بأن هناك فاسد يلا القضاء يجب أنه، لأن القضاء يذهب ويأخذ إجراءات وفق مذكرات وفق معلومات، أي عملية بسيطة سرقة لازم أن يكون هناك تبليغ ودليل، وثم يقوم القضاء بإجراء الحقيقي. إحنا عندنا خلل بالمنظومة الأولية اللي هو كشف السرقة والتبليغ عنه، ويقوم القضاء نعتبر الدعاء العام، نعتبر أنه لربما حتى الإعلام هو، هل هو كاشف؟ أحياناً كثيرة الدعاء العام مفروض يلعب دور أكبر من الموجود حالياً، خاصة أني أنا ما أقول يعتمدون على السوشيال ميديا. نعم. ولا على مثلاً العقل الجمعي اللي يثب باتجاه قضية واحدة. نحن عندنا مؤسسات كبيرة بالدولة، رقابية تشريعية تنفيذية، الدولة أو القضاء لأن هو جزء مهم أو سلطة مهمة عليها الاعتماد على شغل أشياء رسمية. نائب وعند الحصانة ويكشف ملفات فساد ويجي الجواب أنه لا، أكو استهداف شخصي من قبل النائب. طيب هل النائب يدور الطشة والشو لو التنفيذي ما يقتنع بما يقدم النائب، أم أن الآليات من قبل النائب هي الخاطئة؟ يعني أني أقولها بصراحة. نعم. خلال الدورات لاحظت أنه أكو نوعين عندنا من النواب بصراحة من يمسكون ملف. نعم. فيهم من يتكلم كثيرا ولكن بعد ذلك هو هذا النائب يسكت. نعم. ذلك يعني أحيانا كانوا يقولون أنه هذا السكوت دليل ترضية وكان أساسا الملف هو لابتزاز الجهة الأخرى وكانت هناك معلومات وأسماء إلى آخره. لكن أكو الشيء الآخر، هناك نواب الآن مثلا نشوفهم يتكلمون بالإعلام السوشيال ميديا وعلى صفحاتهم الرسمية، بدل ما يتكلمون مثلا من خلال أو يعملون من خلال السياقات المفروضة اللي هي يقدم ورقة إلى الدائرة المعنية إلى هيئة. آني نفسي واحدة من البرلمانيات اللي قدمت مثلا ملفات فساد على محافظ كركوك. نعم. بهدوء، ما تكلمت عنها بولا برنامج تلفزيوني ولا كتبتها ولا كتبتها على صفحتي. نعم. الشخصية قلت أنني أعمل على جمع ملفات، لم أكن وحدي، معي نواب من كركوك، وقدمنا ما جمعناه بكل هدوء إلى رئاسات في العراق. نعم. والجهات المعدية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الموضوع. جلسنا مع الكاظمي بنفسنا ويقول نعم أعلم أكو هناك كذا وكذا وآخرون. فالنواب أحيانا يضطرون، لأن أنا أسمع يقولون النواب ليش ما يروحون بهدوء هاي الملفات، ليش يحجون بالإعلام؟ حتى ما أظلم أن النائب أحيانا يلجأ إلى السوشيال ميديا والإعلام والصفحات الشخصية بسبب أنه إذا مشى بإجراءات الاعتيادية تغلق القضية، ما يصير بها إجراءات، فيضطر أنه يتكلم بالإعلام ويتكلم بالسوشيال ميديا وعلى صفحته الشخصية، عسى ولعل أنه الجهات ذات العلاقة تأخذ إجراءات صراحة حقيقية. معهودة سيدة أرطباني القيادية في الاتحاد الوطني كردستان، أثريت الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر الجزيل لجنابك الدكتور عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر لهذه الإجراءات السياسية. شكري لكم كثيرا مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.